شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. متمني حقق هالحلم راكد على بكرة مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشي يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد ولا في ضل على ما أنا ولا في يصير جديد لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد ولا في ضل على ما أنا ولا في يصير جديد ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا حباب سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه سراب كل شي بتمن حتى الضمير عم ينشر وينباع صار عادي لو تجرح قلب أو لو حبيبك ضاع كل الوجوه تضحك إلك وترسم البسمة مين اللي واساك بصدق مين اللي وشه قناع لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد ولا في ضل على ما أنا ولا في يصير جديد ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كانوا أحباب سرقوا المشاعر واختفوا وضاعوا كأنه سراب مالي مبسوط ولازم تنزل الولد لأنه حرام شو هالحكي أنت؟ كأنك نسيت حالك ما هيك؟ لا أصر دغري تحكي معي بصيغة الأمر آسفة أنا مو قصدي أحكي بهي الطريقة بس ما توقعتك تحاكيني هيك بعرف أنه هذا الحكي مو مزبوط وبعرف أنه هذا الشيء ما بيصير وأنه هذا حرام بس هذا ابني وأنا ما رح خليه ابن حرام بس يجي البيت من السفر بدي قلعه ما بدي إياه ورح خليك أنت محله بس أنا بعمري ما فكرت صير بيك ولا بعمري حلمت أني صير بيك لك بعرف هذا الحكي كتير منيح مشان هيك أنا حبيتك هذا ابني تعرف شو يعني ابني؟ هذا ابننا رياض أنا بعرف أنه أنت مصدوم
بس بدي اطلب منك ترى، يعني هي كلمة بدي ولازم لبقى تحكيها معي. خلي اي موضوع بيننا تحكيه بالتشاور. تأخلي من هذا الحديث على فكرة، تعال خلينا نشوف المنظر الحلو. زعلتيني منك هلا، لك ايه ناديني لحتى ساعدك؟ لسا ما لحقت ناديلك يا زلمه، ما شفتك الا فوق راسي. ايه لانه القلوب عن بعضها. ايه كثير. هذا العشاء. بدك شيء؟ سلامتك. انا بخدمه، اي شيء بدك اياه بس قولي يا موفق. مثل فين انا رفول عندك. طيب طيب يسلم ايدك. شكرا شكرا خارف. مع السلامه. الله معك. تعال هلا، تعال. خير يا ملوك؟ خير. شو طمني؟ ان شاء الله توفقت. والله انت اللي موفق مو انا يا جميل، انت اللي موفق. المهم تفضل درغل لك. طير، شو رأيك نلاقي لك شي طيرة ونطبق لك ياها ونجوزك ياها؟ أحسن ما تضل مثل الكلب الشمام عم بتنودر على فطيمة على الرايحة والجاي. جبلوك لا تخليني زعل منك، لا تخليني زعل منك. أنا غير فطيمة ما رح أخذ، عم تفهم علي؟ الحب ولك الحب يا بني آدم، الحب الحب حب لك يا قطع عمرك ما أغلظة. هلا أنت صرت تفهم بالحب والغرام والعشق والهيام يا نظر عيني. ايه بفهم سيدي، بفهم بفهم، مو مثلك. مانك شاطر غير بجمع المصاري والتقديس، ما شاء الله عليك. سد حلق، سد حلقك وامشي الروح على الاسطوح على السريع، حاجة تضيع وقت. سدينا. شرف شرف. شارك مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مازن، امي، انت شو جابك لهون؟ يا رب رح افرجيك على اطلالي بحياتك ما شفتها. تضرب انت وهالاطلالي، هلكتنا من شان الاطلالي. تعال نشوف. جرب شوف حبيبي شوف. اك وفاء؟ يا سيدي سطح بيطير ضبانات العقل. ايه ما قلت لك بصير معنا غرفتين وصالون، هون غرفة وهون غرفة غرفتين. ايه وهون المطبخ، يا سلام، ومنافع وصالون، يعني غرفتين وصالون ومنافع هون. حلوي بيطير العالم وفاء. حلو حلو وفاء. ايه شو رايك نعملها شغلتنا وعملتنا؟ يعني منعمر سطحه ومندوز نوم ومنبيعه، وبنرجع منلاقي سطح تاني كمان منعمره ومندوز نوم ومنبيعه. والله عجبني مخك يا جملو حبيبي وفاء. حلو بس يعني انا هلا بدي احكي مع الناس واتفق معهم، لا تورطني. يعني بدي طالع البلوك والرمل والبحص. شو قلت؟ خلاص خلاص خلاص، قول يا رب يا رجل. يا رب. تفضل. شرف عمي. صالح تصاب ومسك. يبعت لي حمى ان شاء الله ماله حدا هالمسكين. وهلا شو بدكم تعملوا مشانه؟ والله ما بعرف، يعني ما عندي حل غير استناهم لحتى يتصلوا. بس هذا ابو زرار يفضى عينه شو انه واطي. لك لك ما خلى حدا بقى اخذ منه مصاري. لا بده ياخذ مصاري على اللي عنده احتياط اكثر. يخرب بيته شو وسخه. تفو مدري ليش مصدقتك هالمره. ولك يا امي. لك امي يعني معقول اكذب عليكي بهيك شغله؟ قوم امي قوم اتحمم ونام لبين ما اعمل لك لقمه اكل تاكلها. اي والله فارق التعب، انا رح اموت. هالشله العاطله رح تتركها امي. ايه ايه امي. ايه لك خلص بلا لكان. هلأ بلشت تكذب. قوم أمي قوم قوم، والله بيعوضنا بالمصاري اللي راحت. قوم. Thank you.
عرفانك راجع على الحرم ما راح تعود اي بالمانيا. والله يا شباب ما عرفتكم، طلعتوا وكفوا وبينشد الظهر فيكم. لكن دار لعندي لك ابن خالدين دار، خل نسلم عليه. الحمد لله على السلامة، كمل الزغبات لك عمي زكي، خلينا نفتح تريكس على الحارك. وينو هداك الزغب يا صالح؟ عم يسألك وين صالح شباب؟ والله ما بعرف شو بدي لكم. يعني صالح مسكوه المسلحين. شو؟ مسكوه المسلحين؟ بدك تسهر معي اليوم ولا لساتك زعلان مني؟ زعلان منك؟ أنا ما فيني زعل منك هدى. شو حلو اسمي لما بيطلع من تمك، إن شاء الله بضل بسمعه كل العمر. إن شاء الله يا رب. ليكي طلعي نامي شوي، أنا رح أروح على غرفتي شوي وبعدين بجي لعندك. رح نام ساعة واحدة، لا تتأخر علي الله يخليك. خلاص ساعة وجي فيك. أوكي أوكي باي. مساء الخير. مساء الخير أبي. فكرتي بابا؟ فكرت. شو طلع معك؟ طلع معي إنه كرامتك فوق كل شيء. الله يخلي لي إياك. بنت أبوك يا بابا، بنت أبوك. الله يعودك الدنيا وآخرة. إليلي خبرتي لرياض؟ لا أبي، لا بتصل فيه. طيب حبيبتي. زيد بلاها الروحة. لا أخي، خلينا نتكل على الله ونجرب آخر مرة. ماشي بشوف شو بده يطلع معك. شلون بدنا نروح لهنيك؟ ليك المزرعة، إذا تدرجنا ربع ساعة. شرف أخي شرف. نصب وسرقة وابن بالحرام، شلون رح تكفي حياتك يا رياض؟ شلون؟ هيفاء. رياض شو بكي؟ شو فيه؟ لا تحكي هيفاء، شو بكي؟ لا ما في شي، بس أنا فارس عمل شي؟ مو فارس، أنا دا قلقلك إني احكي يا رياض. نحن ما بننفع نكفي مع بعض. ثاني شو
هيفاء الو الو يا حبيب القلب ومنتفعاته بس فهمني مين هذا ابو الدرياقي؟ لك ابو ضرار ابو ضرار لك ايه حبيب هذا شلون بدي اقول لك؟ يعني بتحسه هو كبير الجماعه يعني هو الراس عرفت كيف؟ احنا كبير جماعه وراس وما بعرف شو طالب على كل واحد عليه احتياط 20,000 دولار واللي ما عليه 10,000 دولار العم ايه واللي ما معه عمله شو بيعمل معه؟ شو بعرفني؟ والله ما بعرف صالح ماله غير خاله وخاله بخيل بخيل خير الله ما راح يفك شباب صالح ماله غير ده ها يعني معقول يدقونا لنا يا سيدي هذا ابو درات ما راح يدق غير لنا وبكره بتشوفوا بس انا اكل هم العمله منين نجيب عمله والله اذا ببيع القلب منتفعاته ما بجيب هيك مبلغ سيدي المهم هلا نطمن على صالح وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل وخصوصا يعني قلك بتصاوي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم المهم هلا طمنوني انتو شو وضعكم؟ يعني لقيتوا شغلوا هيك ولا شو؟ لك انو شغل يا زلمة في كل شيء بالبلد الا الشغل والله لكنا يا ابن خالتي نحن عم ندور على شغل لك اخ ما راح شيء بعدين انت تركها القداحة ربطناها وما خلصنا منها اشتري لك قداحة يا زلمة معلم اهلين ليش لهلا شو ليش ما عم لاقي بلاستيك شو الحكي الله وكيلك بتقول الناس بطلت تشرب لا ما والله مصيبه هي ليكون في حدا غيرنا عم يلطع الحاويات لك شمشون ما بتوقع معلم اكيد ولو معلمنا الكبير انت المعلم عصفور يلا لكان نزل بسرعه وبلا كتر حكي اي بعضامي بس بدي ناس تعاوني اجيب ناس تعاونك شو انا كمان بدي امن لك ناس تعاونك خلص جيب لك ولد من هون ومن هون وخلصني بقى ما بدي شيء قصه عظامي يلا خف شوي دخيل عظامك انا عظامي امرك معلم امرك فايت عند رياض وين فايت يعني؟ ما حلو يفوت بدل ما ندق الجرس خلينا ندق الجرس لك اخي ليش ندق الجرس؟ رياض جوا بيكون لك ايه فيلا مسكوني وعالم امشي جهاد امشي كل قصه بدي اعمل منها حكايه لا حول ولا قوه الا بالله ما بصير هيك ما بصير يا اخي امشي مشان الله رياض رياض شو اخي طلع جوا
فوت فوت اخي فوت. ما في حدا ماله هلا الا ما يجي بيكون عند المدام جوا. لك يا اخي سيارته ما انا برا. لك اخي بيكون صاففها بالكراج. فوت فوت خلينا نقعد فوت. شو عم تعمل زي؟ لا استحالة اشرب شاي قهوة اي شيء يعني عم هيك عم دور. الشاي والقهوة بيكونوا بالمطبخ. سكر سكر عيب. ايه معك حق اخي معك حق. تشرب شاي؟ ايه بشرب. هلا بدي روح كسر راسه. الله يخليك يا ابني الله يخليك بلا مشاكل بلا مشاكل. بعدين الزواج اسمي ونصيب لك ابني. لا عمي مو اسمي ونصيب. الزواج اختيار بعدين اسمي ونصيب. ولك يا ابني فارس عم يعمل هيك وهو مفكر انه بس خطبة. كيف لو يعرف انك كاتب كتابك على الهيفا؟ ايه ويعرف اصلا اذا لسه بيتعرض لك كلمة واحدة ما يلوم غير حاله يا عمي. ابني برضاي عليك ما تخسره لأخوك. مرت عمي هذا مو أخ هذا واحد تيس. لا يا رياض هاي ما حبيتها منك ابدا بنوب. ما بصير تحكي هيك عن اخوك. مو شايفه يا عمي بتقول اكل مصرياته. لك والله مو عيشه هي. خلص يا رياض. لا مو خلص واليوم رح احط حد للقصه كلها. لك خلص يا ابني. عمي كلام الرجال عقد وانت اعطيتني هيفاء وهي مرتي على سنة الله ورسوله. انا هلا بدي اعرف انا ما رح اتخلى عن هيفاء لو بخسر عمي. لهيك قل لي بدي كلامك يطلع من قلبك والله شاهد عليك. ها لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أقول عمي قول. شو بدي أقول لك ابني شو بدي أقول؟ إذا ما رح تتركنا حتى لو متت نقوم نكبك نحن يا رياض. لا يا ابني لا نحن كمان شاهدينك وخلي فارس يعمل اللي بده يعمله. لك الله يخلي لي اياك يا عمي. هات راسك لبوسه. انا هلا ارتحت. رياض قل لي عمي اذا بسمع انك حكيت مع فارس كلمه هيك ولا هيك لا بعرفك ولا بتعرفني. لا عمي والله ما راح احكي لك. خلينا نشرب قهوه وبعدين بتروح لشغلك. ما حلو تترك الفيلا لحالها هيك. معك حق. يلا انا رح اقوم ساوي لكم قهوه. يسلموا دياتك مرت عمي. اعطيني الخاتم بقول لك هاتي. اذا تاني مره بتقلعي حسابك بده يكون عسير عندي. وقفتي لي قلبي يا بنت. والله وقفتي لي قلبي. طب شو بده جيران هلا؟ حاج بابا صح يسلم ايديك يا حبيبتي. شو كيف صرت اليوم؟ نشكر الله نشكر الله على كل شيء يا بابا. الحمد لله ماشي. هلا انت نام وارتاح ماشي؟ اي حبيبتي يلا تصبح على خير. انت بألف خير يا عمري. شبك يا امي؟ شو شبني يا امي؟ أفكر من بدنا ندبر حق الجرعة الثاني. والله ما بعرف بس ما تخافي انت انا بدبرها. يعني ليكني عم اشتغل هلا وراح اطلب من عمي ابو كفاح كمان يعمل لي دوام ثاني بالليل. يا امي صار الحمل عليكي كثير كبير وانا خايفه. ما تخافي علي انت انا بعرف اذا كنت رح اقدر او لا. وانا رح اشتغل كمان. شو بدك تشتغلي امي؟ خالتك أم سمير إجت وقال بدها تجيب ليمونة من سوق التنابل. حفر كوسة باذنجان ملوخية هيك شي أمي. طيب وقديش بدها تدفع؟ حسب الكمية
بس مو أقل من 1000 ليرة، هيك قالت لي. أمي بهالوقت 1000 ليرة؟ أمي أنا قاعدة وقاعدة. طيب على راحتك. يا رب. مش الحال أخي، هاي غسل نار وكاسات الشاي. يسلموا ايديك، صرت دايله مرتين لرياض ما عم يرد علي، معناتها هذا مو جاي. ايه شو العمل يعني؟ خلينا نروح نتيساج ونضل ناطرين للصبح، قوم اخي قوم قوم خلينا نمشي. الجهاد؟ شباب شو رايك اكتب له ورقه لرياض قل له انه اجينا وما لقيناه. ماشي ماشي فوت اكتب له اياها. يلا يلا ما تاخر. يلا قوام يلا. اخي مش الحال كتبت له الورقه. طولت لك عادي خلص كنت عم بكتبها. امشي لشوف امشي. صح صحيت. ايه الحمد لله الحمد لله. ايه الحمد لله. هلا مين إلك بالشاب عشان نحكي معه يا طيب؟ مالي حدا، انا غصنه مقطوع من شجره. في حدا بهالكوم؟ مالو حدا؟ ايه انا مالي حدا، مشان ما كذب عليك عندي خال، بس هذا خالي اذا بتتصل فيه بتقولوا له ابن اختك مخطوف يمكن يقول لكم اقتلوه بارضه.
اسمعوا بلا حكي بلا طعمة. بدك تحكي مع هذا يدمن المصاري؟ ليش ما بتصدقني؟ عم بقول لك انا لا قدامي ولا وراي، والله العظيم. عندي كم رفيق اذا بتنفض النفط ما بيطلع معه 25,000 ليرة. بدك تحكي ياري بدك تحكي. أحسن ما يبرقون. لا مش هذا الرقم. شكله خارجي يا شباب. هذا ابو تراب يمكن حاط له شغله. الو مازن انا صالح. لك اهلين صالح شلونك؟ ما فيني احكي كثير بدهم دبروا 10 مليون. شو؟ 10 مليون؟ ايه 10 مليون. جهز المصاري. وانا بعلمك شلون توصل لي اياهم. او بترحم على رفيقك. لك طول بالك يا زلمه. شو ترحم عليه ما ترحم عليه؟ الو الو شو قال لك؟ بده 10 مليون؟ الله لا يوفقك يا ابو دراط. ربي دخيلك يا ربي. شو thank you.
جاهزة. مدام هدى. يبدو مسرح الجريمة بحاجة إلى محلل نفسي. حاضر. احترامي سيدي. سيدي الممرضة لميا، الشاهد الوحيد على الجريمة. بيان منو؟ فوزي. قاضي التحقيق والطبيب الشرعي والبحث الجنائي موجودين.
يعني نحن آخر الواصلين. العافيه. اهلا استاذ. كيفك دكتور؟ يا هلا. اهلا استاذ. سياده القاضي. عن جد تقرير دكتور. قتلت المغدوره بمسدس حربي بمسافه قريبه، وانقتل بعد المغدور بلحظات، بس مسافه ابعد. الضحايا وين؟ بغرفه النوم والحمام. تفضل استريح. سيدي الفيلا مساكنة غير مجني عليها، وفي الممرضة الخاصة، وهذا المنطور المسكين الملقح بالحمام، وفي خدامي اسمه زهر. ناطور شو وضعه؟ لسه ما عرفنا عنه شيء، بس راح اجيب اخباره كله. بدي كل المعلومات وبالتفصيل عنه. حاضر سيدي. صباح النور. ليش تأخرتي؟ ليش ما استنيتني وأخذتني معك؟ شو؟ اثنين؟ نعم. الناطور وين أهله؟ سيدي هو ماله غير أخ واحد اسمه فارس، ساكن عندنا بالحارة، بيشتغل بتصليح الإلكترونيات. شو اسم الحارة؟ حي الكرامة. ينال جيبه فورا. حاضر سيدي.